يوم الأربعاء 20/11 بس ساعة بلا زحمة، بس ساعة تكمل زحمة عليك حتى أثبت لكم الوقت. يعني أنا عندي بالوحدة إلا دقيقتين، بالوحدة إلا دقيقتين. طبعا هذا جسر الأحرار بيد الثوار الأبطال، وهذا جسر السمك، وهذا صندوق المنصور، هاي نقطة دالة حتى، وهذا حافظ حافظ القاضي عمارة عمو بابا. هذا جسر الشهداء، جسر الشهداء، ذاك اللي بعده يعني ما مسيطر عليه، ان شاء الله راح اسيطر عليه بالايام الجايه. احب اوجه تحيه للقناه العربيه، انتم قناه تحرف، احنا ما نشككم مصداقياتكم، لكن قبل ان تاخذون الخبر من مراسلكم، حسب ما اعتقد قبل 15 دقيقه اتصلتوا بي يقول جسر الاحرار سيطرت عليه القوات الامنيه منذ الصباح الباكر، واني منذ الصباح الباكر هنا ولحد الان. هذا الجسر بيد الثوار، بيد الثوار. فياريت تسألون المراسل قبل لا يعطي الخبر وين مكان تواجده. انا اعتقد هو نايم بالبيت ونقل لكم الخبر، نايم ببيته ونقل لكم الخبر. شكرا جزيلا لكم.